حبايب، سؤالنا بيحكي: ما هي مراحل تطور الجيش العربي الأردني؟ من كلمة مراحل مباشرة بتقول لي أستاذ صح يعني مراحل، يعني لازم أحفظ بالترتيب. بقول لك أنت رائع، لازم تحفظ بالترتيب. عدد المراحل اللي موجودة عندنا 5. هدول ال5 مراحل كل مرحلة إلها تاريخ للبداية وإلها تاريخ للنهاية. طبعا المرحلة الأولى لما بلشت لما تأسست الأردن. متى تأسست؟ ب 1921. طبعا أنا عمدا حاطط لك هون إلهم كلهم 1900 عشان ما تقوليش أستاذ أنت مش حاطط 1900. هاي ال 1900 هي هون، إحنا بنكمل الرقمين. وبالمقابل بدي منك شغلة، ما بصير أنت تكتب زيي، أنا بكتب بس عشان أسهل للتحفيظ، بس أنت لما تكتب 1921. إذا أول مرحلة الأولى بلشت بال21 وخلصت بال53، إيش بذكرك تاريخ ال53؟ بذكرك بتاريخ استلام الملك حسين سلطاته الدستورية. رائع. إذا من ال21 لل53. المرحلة الثانية عشان ما تنساها يا مولانا الشيخ، من حد ما استلم الملك حسين بال53 اتذكر الثانية. بالثاني راح تلاقي الستات ثنتين، اذا النهاية كانت بالستات الثنتين، اذا بال66. اذا الاولى بلشت بال21 لغاية ال53 من التأسيس لحد ما استلم الملك حسين، والثاني من ال53 لل66 من حد ما استلم لحد ما صار في عنا ستات ثنتين. المرحلة الثالثة تذكرها معاي، بلشت بتاريخ النكسة، النكسة بال67 وعكس النكسة، النكسة بالست وعكسها بال76. إذا 67 عكسها تماما، شو هو؟ 76. المرحلة الرابعة بتحسها مرحلة التوائم، هي التوأم الأول 77، هي التوأم الثاني 99، إذا من 77 ولغاية 99، إذا توأمين. المرحلة الخامسة هي التي استمرت من 99، هي عهد الملك عبد الله الثاني وما زالت مستمرة حتى الآن. بسألني طالب بيقول لي أستاذ لازم أحفظ التواريخ؟ طبعا، لأنه بلزموك بضع دائرة. لما بيقول لك المرحلة الثانية متى كانت؟ بتقول له من 53 لل66. الثالثة متى كانت النكسة وعكسها؟ 67 لل76. الرابعة مرحلة التوائم 77 ل99. الأولى من 21 لل53. إذا هي أول عنوان لازم تتقنه معاي. بنتقل أنا وياكم مباشرة للمرحلة الأولى. هدول بصراحة سيب لي إياهم لآخر الوحدة، ما راح أقرب عليهم هلا. بنتقل أنا وياكم زي ما حكينا للمرحلة الأولى. المرحلة الأولى بدي تعرف إنه في عنا عنوانين مهمين جدا للمرحلة الأولى. شو كانت تشكيلات الجيش في المرحلة الأولى؟ شو كانت تطورات الجيش في المرحلة الأولى؟ على فكرة الخمس مراحل راح تلاقي إلهم كلمة تطورات، لكن الوحيدة اللي راح تلاقي إلها كلمة تشكيلات هي المرحلة الأولى. شو تشكيلات جيشنا في المرحلة الأولى؟ من إيش يتشكل؟ شو الأقسام تبعته؟ حبايبي بالمرحلة الأولى في عنا 3 تشكيلات، يعني 3 قوات. القوة الأولى اسمها القوة العربية، والقوة الثانية اسمها قوة الأمن العام. على فكرة هاي القوة ما طولت. ليش ما طولت؟ لأنها مباشرة انضمت للثالثة. انضمت لمين؟ للثالثة. إذا قوة الأمن العام، والثالثة قوة السيارة. إذا صفوا عنا 3: القوة العربية وقوة الأمن العام وقوة السيارة. إذا هدول القوات الثلاث. طيب القوة العربية من هم؟ ممتاز، رجال الثورة العربية الكبرى اللي اجوا مع الملك عبد الله الأول من الحجاز إلى إمعان. وهدول القوة العربية عشان تكون أنت عارف عددهم، كل عددهم 25 ضابط 250 جندي. رائع. إذا 25 ضابط 250 جندي، إذا هدول هم القوة العربية. أما قوة الأمن العام اللي مهمتها حفظ الأمن، تكونت من قوة الدرك الثابتة
والهجانة. الدرك الثابت بلغتنا العامية رجال المغفر، الهجان اللي على الجمال. إذا هدول الهجانة. إذا صفت قوة الأمن العام تتكون من الدرك الثابتة والهجانة. أما بالنسبة للثالثة قوة السيارة، فهي عبارة عن سرايا، يعني مجموعات من الفرسان اللي على الأحصنة والمشاة اللي كانوا يروحوا مشي، وهدول عددهم كلهم على بعض كانوا 750 فرد، يعني 750 حدا. إذا كل واحدة من هدول لازم تكون معصمها بالقوات الثلاث وتفوت على أعدادها. بعد ما خلصنا التشكيلات ننتقل مباشرة للتطورات. يا شيخنا، التطورات اللي موجودة عندنا عشان نتفق عليها، هاي المفاتيح بالثلاث وعشرين، بالثلاث وعشرين تشكيل تشكيل. إذا عندنا أربع مفاتيح للتطورات المرحلة الأولى، وهدول برضو كمان مهمين جدا حبايبي. أول تطور بالثلاث وعشرين، شايفين هاي التغت وانضمت للسيارة. إذا إلغاء قوة الأمن العام وإلحاقها بالقوة السيارة. ثم بعد ذلك جيشنا العربي الأردني أطلق عليه مسمى، شو المسمى تبعه؟ الجيش العربي. إذا صفوا بالثلاث وعشرين شغلتين، قوة الأمن العام التغت والتحقت بالقوة السيارة، وجيشنا الأردني أو جيش الإمارة أطلق عليه مسمى الجيش العربي. نيجي لرقم ثلاث، تشكيل قوة اسمها قوة الحدود. ثم بعد ذلك قوة الحدود تم تحويلها إلى اسم جديد، شو سموها؟ قوة البادية. إذا بطل اسمها قوة الحدود، اتحولت وصار اسمها قوة البادية. ثم بعد ذلك تشكيل سلاحين، السلاح الأول والسلاح الثاني، ما تنسليش ياهم، سلاح الجو الأردني أو الجو الملكي وسلاح المدفعية. إذا سلاح الجو وسلاح المدفعية. هيك أنا وياكم بنكون خلصنا الأربع تطورات. إذا هنا تشكيل قوة الحدود وصار اسمها قوة البادية، تشكيل سلاح الجو وسلاح المدفعية. تعالوا أنا وياكم هذا الإشي نثبته على دوسيتنا قبل ما نكمل بالورقة، قبل ما نفوت على المرحلة الثانية. إذا سؤالنا بيحكي قواتنا المسلحة الأردنية الجيش العربي مر تطورها في مراحل، إذا شو مراحل تطور الجيش العربي أو القوات المسلحة الأردنية؟ زي ما اتفقنا هذا لازم تكون حافظه بالترتيب. إذا ما تنساش كلمة بالترتيب، هذه مهمة الجملة. عندنا مرحلة أولى، عندنا مرحلة ثانية، عندنا مرحلة ثالثة، رابعة، خامسة. يلا اتذكر معاي، المرحلة الأولى لما تأسست الأردن بالواحد وعشرين لحد ما استلم الملك حسين بالثلاث وخمسين. المرحلة الثانية من حد ما استلم بالثلاث وخمسين لغاية ما صار في عنا ستات تنتين، إذا بالستة وستين. المرحلة اللي بعديها الثالثة، النكسة وعكس النكسة، السبعة وستين للستة وسبعين. ثم بعد ذلك اللي بعدها المرحلة الرابعة، مرحلة التوائم، سبعة وسبعين للتسعة وتسعين. ثم بعد ذلك المرحلة الخامسة من التسعة وتسعين ومستمرة حتى الآن. طيب لما نفوت أنا وياكو على المرحلة الأولى، خلينا نبدأ بسؤال نفهم عنه الفكرة العامة حبايبي. لما بيجي بقول لك تشكيل نواة الجيش العربي الأردني، أي سنة تشكلت نواة الجيش؟ طب ما أنت عارف مع تأسيس الإمارة بالواحد وعشرين. طيب من مين تشكلت؟ تشكلت من رجال الثورة العربية الكبرى الذين جاءوا مع الأمير عبد الله بن الحسين إلى الأردن. خلص، ليش إجوا للأردن؟ لحماية أرضها وشعبها. خلص ميزنا الفكرة العامة وهيك أمورنا بخير لحد الآن. هاي المعلومة معلومة مرورا بدك تمر عنها، عارفها فاهمها. إذا مع الواحد وعشرين كانت تشكيل نواة الجيش العربي الأردني. حبايبي إجانا سؤال وقلنا شو تشكيلات
الجيش العربي الأردني في المرحلة الأولى، أو شو تشكيلات الجيش من 21 لل53؟ سواء سألني عن مرحلة أولى أو من 21 لل53، ما هو نفس الإشي عمالي بحكي عن المرحلة الأولى. هو سألني عن تطورات ولا سألني عن تشكيلات؟ ممتاز، هو سألني عن تشكيلات، طوالي بجاوبه. يلا هذا الإشي سهل عليك. في عنا، بتقول لي أستاذ في عنا ثلاث قوات، القوة الأولى اسمها القوة العربية، ممتاز. قوة الأمن العام، ممتاز. قوة السيارة، أنت رائع. وأنا وياكم مطلوب منا نعرف تعريف كل وحدة. يلا يا شيخنا. القوة العربية هي القوة التي جاءت مع الأمير عبد الله بن الحسين من الحجاز إلى معان، وتكونت من، أيوة أنت مش ناسي الرقم، حفظتك إياه، كم؟ 25 ضابط، 250 جندي. أحسنت. إذا هذه من المعلومات المهمة جدا 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 اللي لازم تكون متقنها. نيجي للي بعده. لما بحكي لي عن قوة الأمن العام، مهمتها حفظ الأمن، شكرا. تكونت من قوتين، القوة الأولى كان اسمها الدرك الثابتة، والقوة الثانية اسمها قوة الهجانة. رائع. نيجي للي بعده. لما بنيجي نحكي عن القوة السيارة، تكونت من سرايا فرسان ومشاة، كم بلغ عددهم؟ 750 فرد. إذا عددهم 750 حدا. إحنا كنا نحكي عن تطورات ولا عن التشكيلات؟ ممتاز، كنا بنحكي عن التشكيلات. نروح مباشرة للتطورات اللي كانت عندنا بالمرحلة الأولى. لما بحكي لي تطورات الجيش في المرحلة الأولى، أو تطورات الجيش بال21 لل53، هو بسألني عن تطورات، ما بسألنيش عن التشكيلات. يا شيخنا عشان تضل حافظ، هي أول تطور، هي ثاني تطور، هي رقم ثلاثة تشكيل، ورقم أربعة تشكيل. إذا صفينا المفاتيح إحنا حافظينهم وأمورنا فيهم بخير. فإذا بدي كل حدا منكم يضل مركز معاي، إنه إحنا حكينا 23 23 تشكيل تشكيل. يلا مشي. لما إجينا للأولى قلنا إلغاء قوة الأمن العام وإلحاقها بالقوة السيارة، إذا هي أول تطور. ثاني تطور إطلاق اسم الجيش العربي على جيش الإمارة، ممتاز. نيجي للي بعدها، تشكيل قوة اسمها قوة الحدود، شو اسم القوة؟ قوة الحدود. ثم بعد ذلك تحويلها وتحويلها إلى قوة البادية. إذا مين القوة اللي تحولت لقوة البادية؟ رائع جدا، هي قوة الحدود. ثم بعد ذلك تشكيل سلاحين، هي سلاح وهي سلاح، سلاح الجو الأردني وسلاح المدفعية. هيك أنا وياكم بنكون خلصنا المرحلة الأولى. بنروح على الصفحة الثانية. في عنا سؤال عشان علل نكون مرينا عنه وخلصنا المرحلة الأولى. سؤالنا بيقول ليش سمينا الجيش تبع الإمارة بالجيش العربي؟ واحد، قال لك لأنه مكونا من عناصر عربية متعددة. اثنين، جيشا لكل العرب. ثلاث، يدافع عن قضاياهم. خلصنا. إذا عناصر عربية متعددة، جيش لكل العرب بدافع عن قضاياهم. إذا هيك أنا وياكو خلصنا المرحلة الأولى كاملة. طيب بنيجي للمرحلة الثانية. زي ما اتفقنا على الشاشة الثانية بنشرح بعدين بنرجع، عشان إن شاء الله إنه أمورنا تضل مربوطة بتسلسل. لما نيجي للمرحلة الثانية بتقول لي أستاذ المرحلة الثانية شو صار فيها؟ المرحلة الثانية كل حدا منكم يتذكر اللي كانت من 53 لل 66،
اتذكر بال56، يا عيني عليك، هذا تاريخ المفروض انك حافظه من مادة الفصل الاول. بتقول لي استاذ بال56 تعريب قيادة الجيش. طب لما اقول تعريب قيادة الجيش شو صار فيها؟ بانهاء خدمات قائد الجيش جون كلوب، هي رقم واحد. رقم اثنين، انهاء خدمات 64 ضابط انجليزي منهم القائد كلوب. اذا تعريب قيادة الجيش لما تروح كلوب وتروح ال 64 ضابط ومن ضمنهم كلوب اللي هو قائد الجيش. رقم ب، بعد ما حكينا عن تعريب قيادة الجيش، طلع معي، اتخذ مجلس الوزراء، حلو، اذا مين اللي اخذ القرار؟ اوعى تنسى مجلس الوزراء قراره، اذا اخذ قرار بتنفيذ الرغبة الملكية، حلو، بتنفيذ الرغبة الملكية بتعيين شخص انه يكون رئيس للاركان، يعني قائد للجيش من اصل اردني. السؤال تبعنا، مين هو اول رئيس للاركان، اول قائد للاركان بعد تعريب قيادة الجيش؟ واحد اسمه راضي عناب، اوعى تنسى راضي عناب. حبايبي اذا اتذكر مين اللي اخذ القرار؟ مجلس الوزراء، تنفيذا لرغبة مين؟ الملكية، بتعيين مين؟ بتعيين رئيس الأركان، وكان رئيس الأركان هو راضي عناب. إذا هي أول معلومات أخذناها بالمرحلة الثانية، سهلة. نيجي للي بعده. اللي بعده شو بحكي لك؟ ما سألك عن تشكيلات، لأنه التشكيلات كانت فقط في المرحلة الأولى. بسألك عن تطورات الجيش في المرحلة الثانية. كم تطور عنا للمرحلة الثانية؟ ثلاث، أكيد حافظهم. يلا ركز معايا يا مولانا الشيخ، شو هم التطورات الثلاث؟ إلغاء المعاهدة الأردنية البريطانية، بأي سنة ألغيت؟ ممتاز، بال57. إذا هي أول تطور، بال57 ألغيت المعاهدة الأردنية البريطانية. طب سؤال، خليني أشوف B12 تبعك إذا إنك عن جد متذكر ولا لا. لما بحكي لك معاهدة أردنية بريطانية، هاي بمادة الفصل الأول، أي سنة كانت المعاهدة؟ ممتاز، لما توقعت المعاهدة توقعت بال28، لكن لما أنهيت المعاهدة وألغيت المعاهدة ألغيت بال57. ثاني تطور للمرحلة الثانية، زيادة أعداد الجيش. إذا زاد أعداد الجيش، لما زاد أعداد الجيش اتذكر معاي كم زيادة؟ 1953 لما استلم الملك حسين، 1956 لما عرب قيادة الجيش، 1967 لما صارت حرب النكسة. إذا هدول التواريخ الثلاث بدنا نعرف كم عدد الجيش كان عندنا بالأردن. شيخنا، لما استلم الملك حسين بن طلال كل جيشنا على بعضه كان عدده 20,000، لما عرب قيادة الجيش زادوا 25,000، إذا بال56 25,000، لكن لما صارت حرب النكسة، حرب حزيران ال67، صاروا 55,000. إذا هدول مطلوبين منك ومهمين جدا إنك تتقنهم بالضع دائرة. إذا اتذكر، هي غطيت إيدي، بال53 20,000، بال56 25,000، بال67 55,000. إذا هدول لازم تضل بصمهم. يلا نيجي أنا وياك للتطور الثالث. التطور الثالث، تشكيل أقسام للجيش. شو الأقسام اللي عملوها؟ عملوا فرق، عملوا ألوية، وعملوا كتائب جديدة للجيش. شو عملوا؟ عملوا الفرق، عملوا الألوية، عملوا الكتائب الجديدة للجيش. طب سؤال، ايش هم الفرق والألوية والكتائب الجديدة اللي انعملت بالجيش يا مولانا الشيخ؟ هدول الأقسام الجديدة اللي انعملوا، شو هم الأقسام الجديدة اللي انعملوا للجيش؟ الفرق والألوية والكتائب. قال لك في عنا ألوية اسمها حرس ملكي،
وفي عنا سلاح اسمه دروع ملكي. كم مرة مرت كلمة ملكي؟ مرتين. هي أول مرة وهي ثاني مرة. إذا ألوية الحرس الملكي وسلاح الدروع الملكي. وعنا كتائب اسمها كتائب المدفعية. إذا كتائب المدفعية. طوالي بيطلع طالب من هدول المرتبين اللي مخه ما بنسى بقول أستاذ بس قبل شوي حكينا احنا في سلاح اسمه سلاح المدفعية، صح؟ هذاك بالمرحلة الأولى ما إلنا فيه. هاي كتائب ولا سلاح؟ إذا كتائب المدفعية. إذا هاي رقم 3. 4. ألوية جديدة للمشاة. إيش الألوية تبعت المشاة اللي كانت عندنا يا مولانا الشيخ لواء الإمام علي بن أبي طالب، ثم بعد ذلك لواء القادسية، ثم بعد ذلك لواء خالد بن الوليد، ولواء حطين، ولواء اليرموك، عشان ما تنسى. اربط لي التنتين مع بعض واربط لي التلاتة مع بعض. علي بالقادسية، علي بالقادسية، خالد بحطين، واليرموك ما بتنساهم. إذا وين كان علي؟ بالقادسية. وين كان خالد؟ بحطين واليرموك. إذا هيك أنا وياكو بنكون أتمينا وأنجزنا المرحلة.